السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو سنعمل وصفة للتخلص من الدوالي. هي عبارة عن مشروب مساعد رائع جدا، سيخلصنا من هذه العروق العنكبوتية وسيساعدنا كثيرا في حل هذا المشكل إن نحن طبعا وضبنا على يعني استعماله. إذا لعملي سنحتاج للكركم أو العقدة الصفراء، هذا المكون الأكثر من رائع، يقضي على الالتهابات وله القدرة على إذابة الترسبات التي تكون في الأوعية الدموية، بالإضافة إلى أنه ينقي يعني الكبد من السموم والجسم ككل من السموم. وسأحتاج في وصفتي هذه لحبوب الهيل، وبالتحديد لحبة واحدة من الهيل، هو الآخر رائع جدا يعمل على حل هذا المشكل ألا وهو الدوالي. إذن هذه هي المكونات، لنبدأ في عمل الوصفة والتعرف على كيفية استعمالها حتى نتخلص من مشكل الدوالي. إذن سنحتاج لي يعني كوب، سأضع فيه مقدار ملعقة صغيرة من العقدة الصفراء، ثم سأضيف حبة واحدة فقط من حبوب الهيل، سأقوم بالضغط عليها قليلا حتى تتكسر بهذا الشكل، ثم أضعها يعني حبة واحدة فقط تكفي. ثم سأضيف إليه الماء الغليان يعني بمقدار كوب واحد، ونتركه لمدة 5 دقائق طبعا حتى يبرد ويصبح دافئ. وطبعا تستخرج كل المواد الفعالة من المكونين الهيل والعقدة الصفراء، طبعا مع ضرورة تغطيتها بصحن حتى لا تتبخر يعني المكونات الفعالة في هذا المشروب. بعد مرور 5 دقائق نقوم بتصفية الكل، نحصل على مشروب بهذا اللون. هذا المشروب يعمل 3 مرات في الأسبوع، يعني ليس بشكل يومي وإنما فقط 3 مرات في الأسبوع، ويشرب بعد تناول يعني أي وجبة. اختاروا الوجبة التي تناسبكم، المهم أن تتناولوه 3 مرات وبعد الوجبات، وتداوموا على ذلك لمدة 3 أشهر فما فوق. سيساعدكم كثيرا يعني في التخلص من الدوالي ومن يعني الأوردة المحتقنة، بحيث الدم لا يعود ويبقى مترسب في الأوعية الدموية. هذا المشروب سيزيل كل الترسبات العالقة في الأوعية ويسمح بتحسين الدورة الدموية، وبالتالي سيخلصنا من الدوالي. أتمنى أن أكون قد أفدتكم به. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.